فتحت على بركة الله تعالى وتوفيقه. أيها الحضور الكريم، بوابة الشوط السادس للخيل العربية الأصيلة على مسافة 2200 متر يذهب على الصدارة برنين. برنين وشعار مربط مسقط على المركز الأول والمركز الثاني، يتواجد ربدان وهناك أيضا المنتصر وأيضا يتواجد فيود بوي مجموعة وساكت، وهنا رقم 11 شول روجر على المركز الثاني أسعد السيابي، وهنا شول روجر يتصدر ويقاتل مع أسعد السيابي، ولكن برنير ما زال متصدر من الجهة الخارجية. ربدان وبرنير روبر، وهناك أيضا هبوب مسقط ضمن المجموعة المتصدرة، ساكت زقور في موقع ممتاز وترقب من المعتصم البلوشي، ولكن ما زال برنير وشولي روجر على المركز الثالث. هناك ربدان وزقور يصل، ساكت يصل، هناك أيضا رقم 9 المنتصر ضمن المجموعة يصل الآن، رقم 3 شدان مع زقور وشدان خطوة بخطوة، ولكن ما زال شولي الآن وربدان، شولي على المركز الأول مع أسعد السيابي، ساكت ضمن المجموعة شدان وزقور، وهناك من الجهة الخارجية ربدان وشولي الأداء لشولي حتى هذه اللحظات، الأداء لشولي، ولكن ساكت يتصدر، زقور يتأخر. ما هي العادة يا زقور؟ ما هي العادة يا زقور؟ ولكن ساكت، نعود للصدارة، ساكت على المركز الأول، شولي أسعد السيابي، أسعد مع شولي على المركز الأول وساكت على المركز الثاني. هناك من الجهة الخارجية ربدان مع هلال الشهومي وربدان، هلال الشهومي على المركز الأول، شولي يتراجع على المركز الثاني، وهلال الشهومي، هلال مع ربدان مع هلال الشهومي على المركز الأول لعبد الرحمن بن يوسف البلوشي، ربدان على المركز الأول. هناك يصل رقم 8 هبوب مسقط ورقم 9 المنتصر، ولكن ربدان ينتزع صدارة الشوط السادس معلنا المركز الأول لعبد الرحمن بن يوسف البلوشي والمدرب محمد بن عبد الرحمن البلوشي. ألف مبروك